سلام سلام، مرحبا بكم عاوتاني في قناة سفيان مشكور. عارف راسي طولت عليكم شوية، راكم عارفين مع الدراسة والوقت شوية كيزاح ما كنلقاش فين ندير فيديوهات، ودابا جيت بواحد السلسلة جديدة اللي هي سلسلة خاصة غتكون فيها واحد الحلقات ونسى اليوم، ماشي ديما حلقات يكونوا كاع الماكسيموم 11 حلقات وانسى لي هاد السلسلة. السلسلة تكون خاصة بالتوجيه وخاصة الناس اللي عندهم تانية باك اللي خصهم التوجيه باش يشوفوا شنو يديروا من بعد الباك ان شاء الله. التوجيه اللي كاين مشكله في المغرب كبيره ديال التوجيه، ما كاينش مراكز التوجيه، ما كاينش موجه اللي يوجهنا، ما كاينش حتى انا فاش كنت في الثانوي ما لقيتش واحد اللي يوجهني ولا يعطيني معلومات ديال المدارس اولا شي طريق اولا شي حاجه. داكشي علاش بغيت ندير هذه السلسله، والفكره ديال السلسله انه كل حلقه نجيب ممثل او ممثله اللي يهضروا لي على المدرسه اللي كيقراو فيها او المعهد اللي كيقراو فيه ويعطيو نصائح للناس اللي بغاو يديروا داك المعهد. مثلا هذه الحلقه الاولى انا نهضروا على ليسبيت، المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. انا بحكم انني كنقرا تما يعني انا نهضر على هذا المعهد. وحلقه الجايه مثلا نجيب شي واحد مثلا من الاف اس تي هو يهضر عليها، فهمتي كيف قال مثلا سول المجرم ما تسول الطبيب. يعني بغينا الناس اللي كيقراو اللي في وسط المعهد او المدرسه هما يعطيونا المعلومات اللي يكونوا عارفين عندهم درايه بالمدرسه اكثر من حنايا. المهم نبداو الحلقه ديالنا من بعد الفاصل. كيف ما قلت لكم نبداو اول حلقه بليسبيت، ولكن قبل ما نبداو نهضروا على ليسبيت واحد النصيحه خاصه لكاع الحلقات ولاي تلميذ في الثانيه باك. النصيحه ديالي الى داير شي طريق باغي توصل له اولا شي هدف اولا شي مستقبل باغي توصل له اولا شي مدرسه اولا شي معهد باغي تدخل له وكيعجبك، نسى عليك دابا في هذا الوقت، دابا نسى عليك، حيدو من بالك، ما دير حتى شي حاجه من بالك، دير في بالك الباك، خدم الباك، جيب نقطة مزيانة، مواية مزيانة، خاصة في الوطني، جيب واحد 15 16 17، علاش لا؟ ديك الساعة جميع الأبواب مفتوحة حداك. أما إلا درتي في بالك بأنك باغي شي هدف أو لا شي مدرسة وأنت ما كتخدمش هاد العام كتفكر فيها وأنت باقي بعيد، بعد ما دير حتى شي حاجة. هادي أول نصيحة. دابا نبداو الحلقة ديالنا بليسبيس. لانستيتي سوبيريور دو بروفيسيون دانفيرمي إي تكنيك دو سونتي، المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة. بالدارجة ديالنا هو المعهد اللي كيتكونوا فيه الممرضين لي زانفيرمي اللي كاينين، لي زانفيرمي ديال الدولة، هذا هو المعهد اللي كيتكونوا فيه، كيكون الفورماسيون. هذا المعهد فيه بزاف ديال المسالك وبزاف ديال الشعب. في التالي ديال الحلقة غنحط لكم واحد الجدول فيه المسالك والشعب، جميع المسالك جميع الشعب. في التالي ديال الحلقة غتشوفوا هذا الجدول. دابا نهضروا على كل شعبه بوحده، ونهضر على الشعبه اللي شفتوني ما هضرتش عليها وكاينه في الجدول، عفوا ما كايناش في المعهد اللي كنقرا انا فيه، يعني ما يمكنش نعطيكم شي معلومات اللي تقد تكون غلط على شي حاجه ما كنعرفهاش. دونك كنهضر على الشعب اللي كنعرف. اول شعبه اللي نهضروا عليها شعبه فيرمي انستيزي اي ريانيماسيون، لانفيرمي ديال التخدير والانعاش. هاد الشعبه لا سوي ديالها كيكون دائما من 14 للفوق، يعني لا سوي هنا كنهضر على لا سوي ديال 75% وطني و 25% جهوي، كيكون 14 للفوق باش تدفع لها وباش تقبل في البري سيليكسيون. كاين لي زيزي انفيرمي اون سوان ارجونس اي سوان انتنسيف، هو الممرض في شعبة المستعجلة والعناية المركزة. هاد الشعبة عاد زادت مؤخرا، هادي واحد 3 سنين ولا 4 سنين عاد زادت، كتكون الممرضين اللي كيكونوا في المستعجلات، او في عنايه مركزه. هاد الشعبه كيكون البري سيليكسيو ديالها او لاسوي ديالها كتكون من 12 للفوق. كاين لاسيستو سوسيال، وهي الشعبه الوحيده في هذا المعهد اللي كتقبل الناس الاداب، يعني واخا تكون ادبي يمكن لك تفعلها، ولاسوي ديالها كتكون هي من 12 للفوق. كاين انفيرمي نيوناتولوجي، هي شعبة ممرضة الموالد، الدراري الصغار اللي عاد كيتولدوا انت اللي كتقابلهم، اولا الممرض كيدوز فورماسيون على حسب الدراري الصغار اللي عاد كيتولدوا. هاد الشعبة لاسيو ديالها كتكون 11 و 12، ما بين 11 و 12 و الفوق. كاين شعبة لابوراتوار وراديولوجي، لابوراتوار راديولوجي والشعبة اللي قلنا ديال الانستيزي، هاد ثلاثة شعب هما تقريبا اللي كيطلبوا لا نوت شوية عالية بزاف، اللي كتكون غالبا 14 14 15، هادو هما لا سوي اللي كيطلبوهم في البري سيليكسيون. كاين كذلك شعبة لي بي، لانفيرمي بوليفالون، لانفيرمي بوليفالون خاص لا سوي
تكون 13 ونص 14 الفوق. كاين الشعبه اللي كلشي كيعرفها واللي متداوله كثيرا هي اللي ساج فام. شعبه ساج فام القابلات اللي كيتوجهوا ليها بزاف البنات، اصلا كتقبل غير البنات. هاد الشعبه لا سوي ديالها كتكون 12 الفوق. واحد الملاحظه، هاد الشعبه كانت توقفات العام اللي داز ويمكن باقا تتوقف لحقاش كاين الشوماز بزاف ديال الناس اللي دايرين هاد الشعبه. الشعبه المواليه كاين الكيني، الكيني تيرابي هي الشعبه ديال الترويض. الشعبه ديال الترويض ما عنديش فكره، ما نقدرش نقول لكم لا سوي، ما عنديش فكره. اسكو تاي يمكن 12 الفوق. كاين الشعبه ديال فيرمي اون سوتي موطال، هي ممرض ديال الصحه النفسيه. الشعبه لاسوي ديالها كتكون من 12 الفوق. يعني كما شفتوا راه لاسوي ديال الشعب كتبدا من 12 الفوق. هما الشعب اللي كاينين ولاسوي ديالهم. دابا ندوزو الشروط والخطوات ديال الولوج لهذا المعهد. هاد المعهد باش تدخلو كاينين ثلاثه الخطوات. اول خطوه هي البري سيليكسيون، يعني الناس كيترشحوا لهذا الكونكور. فاش كيخرج الكونكور بزاف الناس كيصيفطوا له، ولكن كيكون واحد البري سيليكسيون. مثلا دفعوا 2000 مثلا، ياخذوا غير 200 الاولى اللي جايبين لا نوت مزيانه في الشعب ياخذوهم. هذا كيتسمى البري سيليكسيون، الانتقاء الاولي. من بعد كتجي الخطوه الثانيه اللي هو الكونكور الاختبار الكتابي. الاختبار الكتابي كيدوزوا واحد المواد اللي هما الاغلبيه كيكونوا الفرنسي والاس في تي، وكاينين شي شعاب كيتزاد فيهم حتى الفيزيك، مثلا لابوراتوار وراديولوجي. هاد الشعاب كيتزاد فيهم حتى الفيزيك كيدوزوهم، كيتسمى الاختبار الكتابي. ومن بعد كيخرجوا النتائج. الى دستي في الاختبار الكتابي كدوز الخطوه الثالثه وهو الاختبار الشفوي. كتجلس مع واحد اللجنه كتكون مكونه من 3 حتى 4 ديال الاشخاص، كيهضروا معاك كيسولك اسئله، كتقول مع السؤال المتداول بزاف علاش اختاريتي هذا الدومين ديال الانفيرمي او الممرض. كتجاوب. من بعد كيخرج الريزلت النهائيه اللي هي واش تقبلتي في المعهد او لا. من بعد فاش كتقبل في المعهد عندنا جوج نهضروا على الدراسه. المعهد باش تعرفوا السيستم في ال ام تي، يعني ليسونس ماستر دكتوره، اجازه ماستر دكتوره. يعني فاش تقبض الاجازه ديالك ليسونس ديالك من بعد واحد 3 سنين ديال الفورماسيون، يمكن لك تزيد تكمل الماستر والدكتوره. الفورماسيون ديال 3 سنين ديال لا ليسونس كتكون عباره على سوميسترات من الاس ا حتى الاس اس، وكيكون فيها لي موديول بحال شكل لافاك لي موديول. داكشي خاصك تدخل الموديلات باش تزيد تطلع. وعندك الحق في عام واحد او موسم واحد اللي يمكن لك تعاود فيه السنه، تعاود فيه السنه عندك حق في عام واحد. لازم تيلا عام صافي كيقوم تقوم الطرد ديالك من المعهد. ولا بريزونس في اوبليغاتوار، يعني خصك الحضور اجباري الا كنتي انت اولا انت من الناس اللي ما كيبغوش يحضروا لي كور ديالهم وخصهم حتى التالي ويحفظوا ويدخلوا يدوزوا بحال الناس ديال لافاك اولا شي مدارس اخرى. هاد المعهد ما ماشي ديالكم، ما مناسبكمش، يعني خاصكم ضروري تحضروا على باين تقراو في هاد المعهد. وزيادة على الفورماسيون اللي هي قاصحة وصارمة في لي ستاج وفي التيوغي ونيت، هذه نقطة باش نهضرو على الدراسة. الدراسة كتقسم لنوعين، كاين لي ستاج ديالك وكاين لي كور التيوغي لي موديل. كتقرا بعدا الاس ا اللي هي السيمستر الاولى كلها كدوزها غير التيوغي بحال كتعلم الاباجيديات ديال لانفيرمي. من بعد تلقى السيمستر الثاني كيكون عندك ستاج وقرايه. ستاج مثلا 6 ستاجات، ستاجي في الصباح وتقرا في العشيه، تستاجي في لي زوبيتو اللي كاينين في المدينه ديالك. هذه هي النظام ديال الدراسه. الافاق ديال هذا المعهد الافاق. ومن بعد ليسونس ما تشد ليسونس يمكن لك تدفع لي كونكور ديال الممرضين ديال لي زانفيرمي ديال الدوله، كتخدم ممرض. لا بغيتي تكمل قرايتك ماستر والدكتوراه من بعد يمكن لك دير تولي انت كتقري لي موديل في المعهد او في مدارس. يمكن لك تكون شاد شي بوست في الاداره ديال لي زوبيتو او نانيت في المعهد او شي اداره. يمكن لك تدفع الاقسام التحضيريه ديال الاساتذه لحقاش هاد لا ليسونس او هاد ديبلوم او هاد الشهاده كتعادل الشهاده الجامعيه. يعني يمكن لك تدفع الاساتذه، يمكن لك تدفع بزاف ديال فيها بزاف ديال الافاق. كذلك لي زانفيرمي ديال البوليس او ديال العسكر، يعني الافاق كاينين بزاف اللي بغا يكمل قرايته كاينين الافاق.
وبالنسبه للصالير راه كاش كنا دزنا من هذه المرحله كتبقى تفكر شنو باغي ندير وشحال نبقى نتخلص وكتبقى تحلم تحلم تحلم. المهم مني تنعطيكم الصالير ماشي بوشكي، الصالير كيكون 6000 درهم شهريا، 6000 درهم يعني 120000 ريال. وهادشي اللي كاين في هذا المعهد، هادشي اللي هادو هما المعلومات المهمه الناس اللي بغا يدخلوا لهذا المعهد. هادشي اللي كاين دابا، نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله مع ممثل ديال شي مدرسه او شي معهد. وخليو لي في الكومنتيرات كي جاكم بعدا الحلقه وشنو المعلومات اللي تبغيو تزيدو تعرفوها على هاد المعهد او المعاهد اللي جايه، اللي جايه في حلقات جاية ان شاء الله. شنو هما المعلومات اللي ما ذكرتهمش واللي هما مهمين، الا كاين شي ملاحظه في التعليق. وكذلك شنو هما المدارس او المعاهد او الجامعات اللي تبغيو يكونوا في حلقات جايه ان شاء الله. وما تنساوش النصيحه ديالي الاولى اللي عطيتكم، دابا ركزوا على قرايتكم على الباك مزيان، تاخذ فكره على شنو باغي دير، ولكن دابا ركز على الباك ديالك. هادشي اللي كاين، نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. هادشي اللي كان، سلام. خويا اختي شكرا على المشاهده ديالكم، ولا كنتي اول مره كتابعني ما تنساش الاعجاب بالفيديو وما تنساش الاشتراك.